السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين ومن خلال هذه التمارين نشرحها بطريقة صحيحة والخاطئة على أساس تستفيدون منها بشكل كامل. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع طبعا اللي هو جدا مهم، وهو كيفية المحافظة على الوزن وعلى اللياقة البدنية أثناء الإصابة وفترة طويلة. أول شيء طبعا الشخص الرياضي بالنسبة حق الشخص هذا لازم يستمر فيها على مدى الحياة، لأن لها أمور كثيرة وتساعده على الابتعاد وتساعده على اللي هو الابتعاد عن الإصابة في أمراض كثيرة، ولكن الاستمرارية والمحافظة عليها هذا الأمر الأهم. أول شيء طبعا الشخص الرياضي يحتاج أن يكون له أهداف وطموح أعلى من الطموح اللي كان يطمح لها أول، بمعنى تطور من لياقتك البدنية، تطور من بنيتك الجسمانية، تطور من وتعزيز خسارة الدهون، تحاول أنك تتناول دهون قليلة قدر المستطاع، وأيضا ابتعاد عن السكريات وتناول سكريات قليلة. هذه كلها راح تساعدك على الاستمرار في الرياضة وتساعدك أيضا على بناء جسم صحي وجسم يكون رياضي في الوظائف الداخلية والخارجية. فبالتالي كيفية الاستمرار والمحافظة على اللياقة البدنية، أول شيء راح نتكلم في فترة الإصابة. فترة الإصابة إذا كانت إصابتك إصابة يعني ما تكون مؤثرة على مثلا المشي، الهرولة، تقدر أنك تهرول. مثلا شخص عنده إصابة مثلا على مستوى الكتف، شخص عنده إصابة على مستوى المفاصل العليا للجسم، تحاول أنك مثلا على الأقل تمارين هوائية خفيفة وتحاول أيضا أنك تمشي، تحاول أنك تهرول. هذه كلها تساعدك على الحفاظ على لياقتك البدنية والحفاظ على وزنك، ولكن الجلوس وعدم ممارسة الرياضة نهائيا هذه راح تكون مدمرة بالنسبة حق الشخص نفسه، لأنه راح تسبب له اللي هو انخفاض كبير في لياقته البدنية والزيادة في الوزن. الجسم تعود على جهد مبذول يساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل يومي، فجأة أنت خلال هذا اليوم أو خلال هذه الفترة قطعت هذا الجهد، فبالتالي راح تسبب لك الصعود في وزنك، وأيضا تلاحظ أن عضلات جسمك ارتخاء كبير وتجمع الدهون مكان هذه العضلات. فمن خلال أنك تمارس الهرولة، رياضة هوائية خفيفة، الحركة الدائمة، هذه كلها تساعدك على المحافظة على وزنك وعلى لياقتك البدنية، من خلال أيضا أنك تحاول تمارس رياضات أخرى. الرياضات هذه فيها لياقة بدنية، ولكن الأهم أنها ما تكون فيها مشكلة أو استهداف حق إصابتك، لأنها تحتاج أنت راحة، فبالتالي راحة المكان هذا على أساس يعمل عملية استشفاء العضلي. أما بالنسبة للاستمرارية في الرياضة و اللياقة البدنية، دائما على مدى الأسبوع تناول اللي أنت ودك تتناوله، ولكن مو بشكل يومي، مثلا يوم بالأسبوع، يومين بالأسبوع إذا كانت بنية الشخص ضعيفة، يومين بالأسبوع وعلى وجبة أو وجبتين بالأسبوع. فأنت هني ما حرمت نفسك سواء من السكريات سواء من الدهون، ولكن في خلال هذا اليوم لازم تكون مارس الرياضة على أساس جسمك يكون قاعد يحرق خلال هذا اليوم، فاللي انت تتناوله راح يحرقه وراح يستفيد منه ايضا وما يجمع في جسمك. فهني انت ما اتجهت حق مرحلة الملل، وايضا دائما ما يكون معاك الاشخاص او صاحب الاشخاص اللي هم دائما ايجابيين في النادي على اساس دائما يشجعونك وايضا يفيدونك، غير الاشخاص السلبيين ممكن يقول لك انا قاعد اتمرن جسمي ما تعدل خلاص راح اخلي النادي، فهذه الامور ممكن تاثر عليك. فبالتالي حاول انك تختار النادي الصحيح، الاصحاب الصحيحين، وايضا عدم الحرمان في عمليه الدايت، وايضا دائما ما تكون ايجابي في التمرين على اساس تمارس التمرين بكل جهد
صحيح ومبذول بالشكل المطلوب. وهذا كان موضوعنا اليوم، إن شاء الله أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح أقدم لكم مجموعة تمارين. هذه التمارين تستهدف عضلات الرجل الخلفية، وأيضا راح أضيف معها عضلات مساندة راح أذكر لكم إياها أثناء التمرين. أول شيء التمرين الأول راح يكون كالتالي، راح أثبت الجسم بهذه الطريقة، أحرك جسمي بهذا الشكل، لاحظ أرفع قدر المستطاع إلى الأعلى بهذه الطريقة على أساس أشد العضلات الخلفية للجسم، وأيضا نوعا ما تشد معاك العضلة الغضنية للظهر. عدد الجولات تكون 5 جولات في 15 تكرار. تمرين جدا سهل، ما يحتاج جهد عالي، ولكن تحاول انك تلعب التمرين بهذه الطريقة على اساس يشد معاك عضلة الرجل الخلفية. التمرين اللي بعده راح يكون كالتالي، اثبت جسمي بهذه الطريقة، احرك رجلي بهذه الطريقة. ايضا هذا التمرين يستهدف لي العضلة الخلفية للرجل، لاحظ بهذا الشكل، أيضا 3 جولات في 15 تكرار، لاحظ بهذه الطريقة. التمرين اللي بعده راح يكون كالتالي، أفرد الجسم بالكامل بهذه الطريقة، أحرك بهذا الشكل، أنزل بهذا الشكل، أنزل أيضا بهذه الطريقة. أيضا استهدافي حق العضلة الخلفية للرجل، حاول قدر المستطاع أني أفرد جسمي بالكامل. ايضا التمرين الاخر راح يكون كالتالي، نوعا ما هو تمرين الضغط ولكن مع تحريك عضلة الرجل، لاحظ انزل بهذه الطريقة، احرك الرجل بهذا الشكل، لاحظ اسحب الرجل، ايضا انزل بهذا الشكل، بمعنى أثناء النزول أسحب رجلي أصعد بهذا الشكل. هذا التمرين راح يستهدف لي عضلة الصدر وأيضا العضلة الخلفية للرجل. طبعا العضلات الخلفية للرجل جدا مهمة لأن لها اتصال في العضلة الغطنية، أي إصابة في على مستوى الظهر من الأسفل قوي العضلة الخلفية للجسم، زائد اللي هو عضلة الظهر على أساس تبعدك عن الإصابات وتقوي لك عضلات الظهر بالكامل قدر المستطاع. وهذا تمريننا اليوم، إن شاء الله أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.